Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans cette vidéo, on va voir une introduction générale concernant le système nerveux. في فيديو اليوم سوف نرى مقدمة عامة حول درس الجهاز العصبي. بالنسبة للجهاز العصبي Le système nerveux, il y a la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. La sensibilité consciente, il y a les La motricité volontaire أو التحركية الإرادية هي عندما نتخذ واحد القرار بإنجاز واحد الحركة معينة. La motricité involontaire أو التحركية اللا إرادية كما عندنا في المثال هنا ديال شخص يلمس واحد المقلاة اللي هي ساخنة وكيقوم بواحد الحركة لا إرادية لتفادي الاحتراق أو تفادي الألم. كاين عندنا حركات أخرى مثلا تغير قطر البؤبؤ ديال العين في الحالة ديال الضوء فكما كنلاحظوا مثلا قطر البؤبؤ كيتزاد ملي كيكون الغرفة مظلمة نسبيا وقطر البؤبؤ كيصغر كلما كانت الإضاءة كبيرة إذا احنا غادي نشوفوا في هذا الدرس كيفاش كيدخل الجهاز العصبي في القيام بهاد الأنشطة المختلفة وآخر فقرة غادي تكون عبارة عن ليجيان دو سيستيم نيرفو يعني شنو هي أخطار اللي كتهدد هذا الجهاز وطرق الوقاية ديالو في هذا الفيديو إضافة لهذا التقديم غادي ناخذ المدخل العام حول بنية الجهاز العصبي المكونات ديال هذا الجهاز لو سيستيم نيرفو الجهاز العصبي كينقسم لقسمين سيستيم نيرفو سنترال و سيستيم نيرفو بيريفيريك بالنسبة لو سيستيم نيرفو سنترال أي الجهاز العصبي المركزي فهو كيتكون من لونسيفال et la moelle épinière. بالنسبة لو سيستيم نيرفو بيريفيريك فهو كيتكون من لانير. غادي نبداو بالجهاز العصبي المركزي اللي كما كتلاحظوا في الصورة التالية فعندنا لونسيفال الدماغ وعندنا لا مويل ايبينيير اللي هي النخاع الشوكي اذا غادي نبداو بالتعرف على الدماغ والمكونات ديالو فالدماغ لونسيفال كيتكون من لو سيرفو المخ le cervelet, المخيخ, le tronc cérébral, الجذع المخي, في هذه الحالة كنهضروا على le bulbe rachidien, البصلة السيسائية, وهو يشكل الجزء السفلي من الجذع المخي. بالنسبة للانسيفال فهو كيكون داخل le crâne, وسط الجمجمة, علاش لأنه يعتبر عضو جد حساس, فالجمجمة كتحميه من أي صدمة أو من أي عامل خارجي قدر يأثر عليه ويؤدي لتدمير دياله. بالنسبة لو سيرفو أي المخ فهو كينقسم لدو زيميسفير نصفي كرة مخ عندنا إيميسفير سيريبغال غوش نصف كرة مخية أيسر وعندنا ليميسفير سيريبغال دغوا نصف كرة مخية أيمن كتفصل بيناتهم لا فيسور انتر إيميسفيريك إذا كيفصل بيناتهم واحد الشق إذا هاد نصفي كرة المخ طبعا هما منفصلينش بشكل نهائي فهما كيكون بيناتهم واحد الرابط ملي كنديروا واحد المقطع على مستوى مخ الانسان كنلاحظوا بان المخ كيتكون من مادتين لا سوبستانس غريز هي اللي كنلقاوها في الجزء الخارجي على مستوى لو كورتيكس سيريبرال القشره المخيه وعندنا لا سوبستانس بلونش الماده البيضاء اللي كتكون في الوسط وطبعا كما كنلاحظوا فالمخ ديال الانسان فيه مجموعه ديال الالتواءات او ما يسمى بالتلافيف المخيه لي سيركونفولوسيون والمقطع اللي عندنا هنايا فكيبين ليا بشكل واضح لو كورتيكس سيريبرال يعني القشره المخيه اللي كتكون من الماده الرماديه لا سوبستانس غريز طبعا تحت من القشره المخيه كنلقاو لا سوبستانس بلونش الماده البيضاء بالنسبه للمخ فهو كينقسم لمجموعه من الفصوص لي لوب اللون البرتقالي عندنا لو لوب فرونتال الفص الجبهي لو لوب باريتال باللون البنفسجي وكيمثل ليا الفص الجداري باللون الازرق عندنا لو لوب تومبورال الفص الصدغي
وباللون الاخضر كيتسمى لو لوب اوكسيبيتال، الفص القفوي هو اللي كيجي في منطقه القفا في المنطقه الخلفيه فوق المخيخ. إذن على مستوى المخ عندنا شقين اساسيين، اول شق كيتسمى لو سيون سنترال، إذن شق مركزي اللي هو شق رولاندو اللي مثلته باللون الاصفر. الشق الثاني لو سيون لاتيرال اللي كيتسمى سيون دو سيلفيوس. وغادي نحتاجو هاد الشقوق فيما بعد لتحديد الباحات على مستوى القشرة المخية. كما كتلاحظوا من خلال هاد الصورة عندنا لو بول برانشيليا، بصلة استثنائية، واللي الامتداد ديالها هو اللي كيمثل ليا لا مويل ايبينيير، النخاع الشوكي اللي غنطرقو له الان. بالنسبة لا مويل ايبينيير النخاع الشوكي فهو كينتمي للجهاز العصبي المركزي. الخاصية ديالو انه كيتوجد داخل العمود الفقري، يعني ان الفقرات ديال الظهر كتحمل لنا النخاع الشوكي اللي هو عبارة عن واحد الحبل، هو عضو جد حساس، فكما كنلاحظوا من خلال الصورة فهو يتواجد داخل فقرات العمود الفقري. الصورة التالية كتبين لي مقطع على مستوى الدماغ، بالضبط المخ، ومقطع على مستوى النخاع الشوكي. سابقا فاش هضرنا على المخ قلنا بان الماده الرماديه لا سوبستانس غريز هي اللي كتكون في الخارج، يعني كتكون محيطيه، ولا سوبستانس بلونش هي اللي كتكون في الوسط كتكون مركزيه. العكس بالنسبه للنخاع الشوكي، فالمقطع العرضي ديال لا مويل ايبينيير دونك لا كوب ترانسفيرسال دو لا مويل ايبينيير كتبين لي بان لا سوبستانس غريز كتكون في المركز مركزيه، وكتحيط بها لا سوبستانس بلونش اللي هي الماده البيضاء. قمنا بإنجاز واحد الملاحظة مجهرية لمقطع على مستوى النخاع الشوكي، فلقينا بأن لا سوبستانس غريز المادة الرمادية كتكون من ما يسمى ديكور سيلولير أجسام خلوية، بالنسبة لا سوبستانس بلونش كتكون من دي فيبر نيرفوز الألياف العصبية أو لي زاكسون المحورات. إذن في الحقيقة فلو كور سيلولير والأكسون فهما كينتميو لنفس الخلية. تجمع الأجسام الخلوية كيشكل لي المادة الرمادية، وتجمع المحورات مع بعضها البعض كيمشكل لي ما يسمى بالمادة البيضاء. إذا نقدو نستنتجو بأن كل من الدماغ والنخاع الشوكي فهما كيتكونوا من دي سيلول نيرفوز واللي كنسميهم لي نورون الخلايا العصبية أو العصبون، اللي كيتكون من لو كور سيلولير الجسم الخلوي اللي هو كيشكل لي المادة الرمادية، ولا فيبر نيرفوز او لا لاكسون اللي كيشكل ليا الماده البيضاء. دابا غندوزو لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، الجهاز العصبي المحيطي هو اللي كيتكون من لي نيرف الاعصاب. الاعصاب عندنا جوج ديال المجموعات، اول مجموعه كنسميوهم لي نيرف كرانيان وعندنا منهم 12 بير، يعني عندنا 12 زوج من الاعصاب الدماغيه. علاش تسمات اعصاب دماغيه؟ لانها أعصاب ترتبط مباشرة بالمركز العصبي اللي هو الدماغ، مثلا العصب البصري العصب الذي يعصب العين فهو كيرتبط مباشرة بالدماغ. عندنا العصب الشمي، العصب الذوقي، الأعصاب التي تعصب عضلات الوجه. إذن كلها هذه عبارة عن أعصاب دماغية. كما قلنا عندنا 12 زوج. شنو كنعني بالزوج؟ مثلا عندي عصب يعصب العين اليمنى، وفي الجهة المقابلة عندنا عصب يعصب العين اليسرى. دونك هنا كنهضروا على زوج ديال الأعصاب. نفس الشيء بالنسبة للأذن، فعندنا عصب سمعي يعصب الأذن اليمنى، وعصب سمعي يعصب الأذن اليسرى. إذا نقدروا نقولوا في عدد الأعصاب الدماغية هو 24. ومنين كنهضروا على الأزواج فعندنا فقط 12 زوجا. بالنسبة للنوع الثاني ديال لانير هما لانير غاشيديان، أو لكي تسمو لانير سبينو، الأعصاب السيسائية وللعدد ديالها 31 زوج. الخاصية هذه الأعصاب هي أنها تكون مرتبطة مباشرة بالنخاع الشوكي بلا مويل إبينيير. كما كنلاحظوا من خلال هذه الصورة فالأعصاب السيسائية أو لانير غاشيديان كينطلقوا مباشرة من النخاع الشوكي اللي يكون كما قلنا محمي وسط الفقرات ديال العمود الفقري. وكما كنلاحظوا فالعصب هو عبارة عن واحد الحبل كيكون أبيض واللي كيتكون من
لي زاكسون اللي كنا هضرنا عليهم سابقا في الخلية العصبية. فالمادة البيضاء هي أيضا تكون الأعصاب. المادة البيضاء قلنا هي لي زاكسون أو لي فيبر نيرفوز، هي الألياف العصبية. الألياف العصبية كتكون متجمعة على شكل حزام، دي فيسو، حزام من الألياف العصبية، واللي كتكون محاطة بحزام ضم اللي كيضم ليا جميع إذا هاد الحزام على شكل عصب سيسائي، واللي كيكون غني بالعروق الدموية، لي فيسو سونغا. إذا هاد المكونات اللي تعرفنا عليها ديال الجهاز العصبي فغادي نعاودو نشوفوها في الفيديوهات القادمة بشكل مفصل، وغنتعرفوا على الدور ديال كل واحد منها على حدة. في الفيديو القادم غادي نطرقوا للحساسية الشعورية، لا سنسيبيليتي كونسيونت، وغادي نتعرفوا على دور الجهاز العصبي في التقاط المعلومات من الوسط الخارجي وتحويلها الى احساس. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.